تزامنا مع لقاء قداسة البابا فرانسيس في الفاتيكان بقادة الكنائس في لبنان، احتفل خادم رعية القديس شربل المارونية في عمان الخوري جوزيف السويد بالذبيحة الإلهية على نية الأشقاء اللبنانيين الذين يعانون القهر والفقر وعدم الاستقرار بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها البلد الشقيق بحضور جمع من المؤمنين. أكيد هالصليب الكبير اللي حملينه أهلنا صليب قاسي، بس علمونا كمان أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. فلشعبنا بلبنان والمنتشرين منقلن نعم أنتو حاملين صليب، ومن المملكة الأردنية الهاشمية منقلكن عم نحاول نحمل هالصليب معكن، حاملينكن بصلاتنا وحاملينكن لحتى نمشي المشوار، مشوار الألم، درب الجلجل اللي أنتوا ماشينا نمشيها معكم. يمكن بصعوبة قادرين نبلسم جراحاتكم، ولكن بهمنا تعرفوا أنه حتى نحنا منتكي عليكم حتى وأنتوا حاملين صليبكم اليوم.